ماني جاي لا اطلع بقضيه الحين بالكفش الروم. انا ماني فاضي الكفش الروم. لا تحدني ارفع الثوب. انا ماني فاضي الكفش الروم. لا تحدني ارفع الثوب. استاذ فيصل. استاذ فيصل. لا تحدني ارفع الثوب. فيصل. ما بيطلع بالكفش الروم. فيصل. بالله ما بيطلع بالكفش الروم. طلبه 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 بعدي والله. طلبه هات يلا طلبه. اقول والله ما اطلع بالكفش الروم مؤخر عني. خليني انا ترى ما بيطلع بالكفش الروم. انا اذا ضقت انا ما بيطلع بالكفش الروم مؤخر عني. تنفس اسمع واجد سعد لا اطلع بك قضيه بالحلبه كفش الروم. لا اطعنك الحين بالحطبه هذه. خلاص ترى ساكت علشان فيصل ولا ما تمشي امورك. هذا عندي ما تمشي حش رجليه. ايوه خلاص نتسامح. صحيب صحيب فيصل. شوف ايش قاعد تسوي. صحيح صحيح صحيح. واذا ما صح نتسامح. اها فيصل خلاص مني مجيد. الكبر ذا الطول تخاف مني. ايه فيصل موجود. هالكبر وهالطول وعندك ولد. مثل يوم جاك ابو كاتب. شو اسمه ولدك؟ شو اسمه ولدك؟ مالك شغل. شو اسمه؟ بندر. فيصل لا توسل اليك. فيصل لا توسل اليك. اسمع يدخلون عليك. والله مالي مالك. هيلب مي. يرجع. فيصل هيلب مي. خشمك. هيلب مي. سم. في مشكلة؟ ترى يا رجل في مشكلة؟ في مشكلة؟ سي الكبابة هنا في مشكلة؟ في مشكلة يا شويك خلي الشباب ياكلونك منهم هنا اشويك شو تعال اشوي تعال اشويك يلا انسى انا بقول لك سالفة اسدح خلي اشويك هيا الله السمي هيا الله سعد دو سري يقول لي منك يقول لا ابي لا من اثنين ولا واحد ولا شيء كفينا نص واحد بعد نص واحد والله ما يكفي الناس اللي ما بيتهاوش معهم غصب ولا يتهاوش والله انك ان شاء الله قريب نص مدح نسيت شباب استريحوا عشان ال عشان ايش؟ عشان الهند استريحوا يا اخي صار ما بعد عشر لحظه ذول الحين عشان الهند ما يعرف هذول اللي يتكلم كذا تدري ايش معناتها؟ هذا شخص تو ما عاش واقعيته مع الشباب ايوه يا واقعي احنا يعني اننا واقعيين مساله هنود ما هنود خلاص يعني طلع اللي عندك حتى لو ما كان عندك هنود فهمت؟ انا اليوم فهذا اللي اقصد بسم الله عليك كيف خدك؟ وش يقول هو وش يقول؟ تبي تعطيني القلم معك شوي؟ اخي هذا رقمي رقمي معطيني احمد سعود بسجل عليه دبينا انا اللي ضربتك قويه شلون؟ انا اللي ضربتك تعال شوفهم تعال والله انا ماني معهم تعال انا اللي ضربتك يا عبد المجيد خله عبد المجيد يلا يا كريم يا مزوج الحي يلا يا كريم يا الله يا كريم زوجني اربع حريم استريح استريح يا سعيد نهاية تمرة في تمرة بالعب تمرتان جميلتان وتمرتان جميلتان تمرتان جميلتان احذفك بالعلبتان ها اقول احترم رجولك لا اجيك ايوه ايوه شايفك مجيد لا ترقد اليوم ها خليني اعصب يا اسماعيل لا الا العصبية حقتك عاد مع اني ابغى الماي لا 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 خلنا لا شوف شلون حركة جديدة شوف تحداك تسوي نفس كذا كذا عشان تطلع فيها نخلة والله تطلع نخلة محترقة تبي شاهي يطلع تمر حار لا بس احسن يا الحبيب اللي طواري انه يا الحبيب اللي طواري هاجم يا شرياني انت الذي من سمعك طواري قلبي معك يا سو قلبي معك في شقي والله انت بتروحوا لاحمد احمد يتحرك مع احمد حراكم احمد تا 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 انت بتروح لاحمد ها انت الذي اسمع سمك طاري عادي عادي اساله في انا خالد يا صديقي جف رقي سعد الفرق بين الكريكة والملح
أن الكريك أكبر من البلعقة. يا معافن أبشرك عندي الغطاء حقت عند الماي كانت مضايقتني، تخلصت منها. هذا تخلص من مواد الضارة في البيئة، حرقتها. سبحان الله، أي شيء عندك الدنيا يا سمعة. سبحان الله، الدنيا نعم. مثل الحياة نعم. إذا خلصت تموت. بدي أعطيك سالفة بس يا أخي، ما أدري يا أخي، هي قلت من سالفة ورا التريلات. أيوة ورا التريلات، وأنا أحب أسوي ورا التريلات. لا التريلات هذه أحيانا شوف تطلع مقبع سيارة بوجهك بعدك يا ورا التريلات. والله ولا ولا يكون خط واحد، وكيف ما بده يكون بعدين. يكون لك، لا تسألني إيش معناها. أيوة أعمل نفسك ما سمعت في عادي يا صباح. لا ما يصلح. انا ما عندي شيء اسمه برا الهواء، انا فضيحه ترى، ما عندي مشكله ترى، عادي اتكلم عادي يا رجل. وانت واقعيتك كذا؟ اي واقعيتي كذا، ما لي شيء بطني. واقعيتك يا رجل، انت تعيش على واقعيتك. عندي هنا، عندي تكون على واقعيتك، تروح عند ابو كاتم تعيش على واقعيتك بعد. سؤال غريب، اسمعني، ايش رايك بكره بعد الفجر؟ اصلا يكون ما في بث، كل الناس نايمه، حلو نطلع برا ونرجع. دوبره نرجع، اجل واعين دولي. لا ما حد موجود. الزبنه عندي. شوف اسمع، ادخل تحت الباب وافتح لي من برا وادخل اطلع معك. جد لقيت الزبنه. شو الزبنه يا ابن الحلال، انت صاحب ودني في داهيه انت. شوف السلم العمال هذا ينفرد على اثنين. هذاك؟ اي والله. ايوه. مشكلة ما معي شو اسمه مكة السيارة. وشو؟ افتح السيارة. السيارة وين افتح السيارة؟ السنيارة. السنيارة وين افتح؟ عرفت علي؟ ما في هندي. ما في هندي. لا في. تقول السلم ذاك؟ اي السلم هذاك. ايوه. نحطه برا. شوف شبيته هذا ذبيحة. اقول ولد لا لا تكفى. عرفت علي؟ ونحطه بكره. شوف نطلع بسرعة. نطلع وين؟ ما حد شايف. سؤال، طلعنا ونروح. اي واحد ندق على اي واحد من برا. ندق على واحد من برا، شو نروح؟ طيب شو نسوي عنده؟ طيب روحنا عنده يلا بعدين. ما يفلس. متى نرجع طيب؟ شو نسوي؟ شو السؤال يعني؟ شوف انا ابغى صلاة الجمعة تصلي في المسجد ترجع، والله ما شوف ترجع. المشكلة احنا نعرف نسرق بس ما نعرف نقسم السرقة. الأخير شلون؟ اسمعني نطلع الساعة 6 الصبح، ما حد داري. 6 الصبح. أكل في المسجد وأصلا كذا ولا كذا. البث بيكون في المسجد، حلو. نطلع برا نصلي في المسجد اللي هنا، واي واحد يأجر نعطيه فلوس، حلو. عرفت علي؟ عرف الناس بالرياض اللي ندق عليهم يجيبون لنا هذا، يجيبون لنا فلوس ونخلص. الساعه كم؟ الساعه 10 ونص 11 نكون في المسجد، نصليها ونرجع. احنا والله كنا في المسجد، الحارس ما شافنا بس لما طلعنا والله ما حد دراك. انا مش كنت قسم بالله ودي اطلع عادي نفس ودي اغير جو برا. ودي تطلع بعد انت؟ مو اطلع من برنامجي، ودي اغير الجو بالشارع كذا. انا برنامج جاي. قل ودك تسمع السالفه بس مست. اما انا والله ما ودي اطلع. لا يعني بس بغير جو بالشارع كذا بس وشوي وجهي. ما ادري. يلا كمل. اسمعني، تبي تطلع برا والله عادي. ما ابي اطلع. طيح من هنا على ظهرك والله اقرب مستشفى. تستانس، شوف هذا تاخذ شاورما وتجي. بالله كملوا. بالله يشترون شاورما عليك؟ نفكر كيف. انا ابي معصوب بس. انا والله عرضوا علي اشتري لك هذا، الاكل ببلاش كذا ولا كذا. سكتهم والله ما لا لا في سالفه مهمه. تخيل يا شيخ رايح مشقوق وجهك وتبي تاكل والله ما تجي يا اخي. يا بشوف شارع، بشوف سيارات بس ومعصوب وجهي. هذا الشارع قد مره بالذمه مره خط لي اسمه كابتشينو رايق. انت تدري ايش اللي انا ابي اشوفه وافهم وش صار بس في اليمن اللي كلمه اهلي. اي والله بصراحه انا ولا حسيت نفسي من جد من اليمن. انا هذا اللي كنت بشوفه. فتحت جوالي ما لقيت شيء. تجو شو اسمه؟ علي مرة سألت حمد وهذا قال ما ادري يا اخي. ودي اخي فهمت شو الموضوع. اول مرة اشوف سرور يركض. الموضوع انا اقول لك مفهوم تأسيس اليمن، يعني راح تنحل الحرب وراح يأسس انا اللي فهمت الهاشتاج من جد يعني الحرب وقفت. يعني تطلع اليمن اقول لك حبيبي الحرب وقفت يعني بس هذا السؤال يعني ربعنا رجعوا الاثار راحت. انا بفهم هذا الموضوع. اي يعني الاثار راحت الحين تأسيس. وضح ايش دراك؟ ايش دراني؟ والله يعني هالدرجة موضوعي مو عاجبكم يعني. أبيك أبي معصوب، في أحد يعرف يسوي؟ أوه معصوب محسن يمكن. ما تبيني أعصب وجهك؟ ما أتوقع. اسمعني معصوب لهم عادي بس لا محسن أعصب وجهك له مكينة. إذا محسن يعرف يسوي معصوب شايف نفوال. إذا محسن يعرف يسوي معصوب سوى بكرة، إذا ما يعرف الناظر ترى عندهم معصوب. والله عندهم معصوب.
والله اتوقع عندهم معصوب لهذا يجيك وين حق الناضج ابي زياده عسل والله كلهم يجيبون لنا بكره معصوب للشباب اللي جابه صالح الزهيري يا ربي متى بكره وش الجمعه بكره يجي ابو غنى وصالح بكره فارس 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 ما حلا كل ما يجي صالح يجيب لك هذا خلاص حسب يا اخي احنا صرنا اذا جو فارس ولا هذول ابغى تعرف اللي مستحيل نشوف جابوا معهم شيء ولا شيء مساكين مشافيح يا ولد كلام يلمح شوف يعني اتمنى يعني سجل طلباتك فارس يجيب يعني اتمنى مثلا مثلا يعني سجل طلباتك سجل ابى اقول لك يعني مثلا لو فارس لو فارس البشيري هنا ها تخيل يدخل علينا بكره معه اكياس معصوب وزياده عسل وقشطه شوف يا ويل تسدي يا ويل تطيح والله كان ما كان ما قال بكره مريض انا كان ما قال فارس مريض انا عندي زكمه لا ان شاء الله ما يمرض ايه خلاص لا تطلب بالله يعني تخيلوا تخيلوا انه يدخل بكره معه اكياس معصوب يو خاصة معاذ خاصة معاذ جايب معه بقل بعد معاذ بقل عندنا لا وينه عندنا وين شو بس شو بس يا حظك وانا فيه بس شوف فوق جدار يا حظك وينه البقل ما فيه يعني تخيل لو فارس البشيري هنا موجود يجيب معه معصوب بكره الله تبغى يسويها انا توا فارس اتوقع ما يجيب بالله اتوقع يجيبها اتوقع في محلات تجيبها بالطريق يمر بطريق اي محل ويجيبها يا اخي احنا جينا بليل ما اشوف في فوالين ما في شيء بالطريق لا اسمعني ما عليك الصبح الصبح يفتح كل شيء يجيب لك ما يصلي وبعد الصلاه يجيب ويجي شو اسمك ياسر اعرفه فارس اعرفه يسوي يسوي هذه درعيه منها ثلاث ساعات كل شيء فيها يعني لو يعني لو انت فارس تمر الدرعيه تجيب معصوبتك والله قريب ما تطلع مسابقين عند الساعه كذا معاد ينشد له وهو يسوق يعني شيء حلو بسيط اصلا حتى هو كل يوم يقول تبون شيء نقصكم شيء جيب ايه جاء المطموح على دبابه يروح يجي اسمعني لو لو بس لو بقل بقل لو انه بقل شوي لو فرضا ما جاء ايه على الدبابه نطلع اجيب وجهي ما عندك مشكله كفو انا نفسي متبرع كفو انا اسف انك كفو طيب لطواريه تجري بدمي وشريان زاحف زاحف ذا والله انت اللي ما عرفتك من سماك طاري اسفين يا حبيبي هي 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 شو الصوت الجميل هذا ما في تمر هذا يا الله هالمطر تكفى والله انا نخاف خاطري مطر والله خاطري والله امس مطر طمطم اقول ارقد عندك مدرسه بكره ارقد اقسم نفسي بتشوف المكان في المدرسه والله صراحه جو رهيب والله الجو رهيب فنان وانت بس انا قاعد اكتب وهذا يو مطبخ ذكرت المطبخ يوم الاثنين عند قشرك بشرك ام وليد صار منشد اسمعوا صار منشد اسمعوا زينكم ما نبي نسمع اسمع انا سمعت اشيد كثير لسنه قدام يا الله ما عرفتك اليوم يا رواف اقول بطل حياتك يا بلا افراج عاوني شوف احد شاف فيصل من قربه ولا شيء اغني انا هي اي بس بس دقيقه بس خلي ادور خلي ادور يمكن ذكرني بذا اللحن ذا وين لا 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 اوه هلا انا دورك عيال ما شفت الولعه هذولي انا خبر هنا بالدرج هناك هناك لا خذها سقبر ما عرفتك يا هلا تعال 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 ناقش حول الموضوع تعال هنا 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 جدا 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 هنا هنا لا 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 تعال هنا تعال هنا تعال هنا زين لك انا ماني مقاسك ما عمري صرت لك شيء خليك عندي وات از ذس بليز في حاله ثانيه ترى اوكي بس ما دكت يعني ما دكت ولا المفروض ذوق عشان تعرف لاني خبصت خبص كذا قدام رجلي والله ما اعرف اشوف محسن المعصوب تعرف تسوي ايوه والله ما في يا وليد يسوي معصوب رجلي بالله تعرف تسوي معصوب اي عادي والله وش المقادير يا اخي بكره خلينا نجيب المقادير خلاص الرقبة. يا ليل وش هلا وينك يا اخوي تشغلها والله يا فيصل انك من الناس اللي طالع بوجه استانس الله حبيب قلبي انت تعال اللي يبغى يمد يده ويستحي تعال سريع يقول محسن هل يبي يمد يده لا يستحي والموت في ناس تسوي اصلا بدون موت لا لا في ناس بدون قشطه ترى شيء طيب ابي خبز وموت اسمع شوف اقول لك ليش ابي خبز وموت وقشطه ناس تحط فوق جبنه خبز او سمن لا لا مربوخ على حسب وفي ناس تحط قشطه طب انا بقول لك وش ابي وانت تقول لي وش المقادير بقر ايه
اسمع اسمع بقول المقادير. ابي فيه خبز هذا وموز وقشطه وعسل وسمن. طيب اي ما ابي جبن. اي اي في ناس يحطوا الجبن من فوق. تعرف تسوي ولا لا؟ اي طب لازم شو اسمه الافضل عيش حب. عيش حب مو النحيف الخفيف لا اللي يجيك من فوق اللي انت تسويه. عيش حب يا اخي عادي اللي يجيك كذا صالح علي انا يمن يعرف المعصوب يعرف كل شيء. طيب خلاص يعني اطلب المقادير هذه اطلب المقادير ويجيب لك اياها. ما قلتها محامي يفرم العيش ابو خالد تعال حط معاه السمن حلي حلي والله الا الصعايب حياك الله. ما راح تلقى شيء بخلص ما تلقى غيري والله الله يعافيك يا بعد راسي. ابو خالد مريض في غيره ابو خالد جاي يعور نفس الحاله سعد بس عاد هدي شو تسوي ملاك والله فن اسمعني انا جاب لكم باكيتات ولا انت سويتهم؟ جاب الباكيتات وانا اضفت. اها المهلبي هذه سويتها من كيسي نشا على حليب على على تدري اصلا هو في هذا ما في حليب. تقول سوالف جمعه خالات انت سوي هذا والنشا والحليب. والله عاد عندنا مطبخ لازم نستفيد. بكره حرمتك تتزوج وتطبخ لنفسك نورا تزوجت بنت لازم تطبخ تشتهي اكل تقول اباكل من يدك اتوحمت اكل من يدك. فيصل تعال كل تعال لا تستحي تعال يطلع والدك ما عليك محسن يقول تعال يقول له احد يسال. اي والله عمل ايديا جت والله شبعان بارده خفيفه جتك الله يرفع قدرك ترد عيب ترد الرجال ولا يا بعد راسي والله سلمت. يا الله ابو وزن يا هلا وغلا خشمك بالله خشمك في الدائرة كنت تعترف. أنا إيه وينك أبيك تسأل سؤال. أبي أعترف لك يا أول. أبي أعترف بحبي لك يا أول. الله يرفع قدرك يحبك الله. فقدناك والله. شوف إذا ما قلت أنا أحبك يا مال العافية. أحبك والله سلام. أنت وباقي الخلق لا شيء. أروح أجلس مكان محسن. لا مكان استراتيجي. لا طلعت انشبك من شبك رمل لبك يا الحبيب قول عن ادك وفي شيء وين المقابل حقنا يا شباب يا بعد راسي يا بعد راسي سهل يلا قم 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 الله تعالى حياك الله مرحبا حياكم الله على ابن الخروج الله الله مرحبا حياكم الله خذ اصحابك انت شغلت انا ضاقت تحط الحلل اللي هنا شيل ارجع انا اختفيت منكم نص ساعه يكون صارت عندكم علوم واجد ابو سعد سعد محسن يدور ملابس ولقاها ان شاء الله ما ادري والله ابشر بالعوضه محسن محسن من يصرفوني قالوا ذا الكلمه قال ان شاء الله بيكون في اعمال بعدين ما ادري شو ليش في اعمال بعدين والله العظيم اذا انا بتقول لي في اعمال بعدين الشباب اللي طلعوا الحين زين بيجون معي في الاعمال اللي بعدين ليش انا ما اطلع معهم الاعمال من البدايه ليش حتى لو كان بيسجل ككورات انا بطلع ابغى اشوف لا لنعلك هذا ما ابي ما ابي الله يسعدك جزاك الله خير جزاك الله خير حبيبي قلبي الله يسعدك يا رب اشكرك مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه لا والله جيت اصلا ابو سعد ولا هذا ما بجيب لك شيء لب قلبك لب الشباب شكرا يا حبيبي بعض الشباب والله دقيقه شوف موضوع انت شو اسمه الموضوع النشود حتى اول ما كنت كتب فيصل فيصل تدري انتصل صايم كتبت الانشوت البرايم كنت انا من اول الناس اللي جاي يلحم معك ايه ها من اول الناس اللي جاي يلحم معك والحين ما حددوني طلع الشباب ليه ما طلب ان شاء الله نحييك عادي بناقش في المكلم خلي يعبر عن مشاعره يا رب عادي يا وليد خلي عادي والله طب استوي الحين ولا ما عاد تفرق طلبت عندها لا ما طلبت على كيفك كلمتهم انا كلمتهم متى كلمتهم زحلقوني امس احسن ما امس قبل شوي انا ابيك اول شيء تهدى الحمد لله رب العالمين لا بكاء يقول يسمونه عندنا مثل يقول لا بكاء على ماء مسكوب ما طاح انتهى وجعلها ان شاء الله خيره لا ما انتهى ما انتهى عرفت يا رجل خلي يروح منشد يا ولد بلا هو مو مسألة تفتيم مو مسألة كذا امر انتهى يعني بس انا قصدي اوكي الموضوع انتهى الموضوع انتهى توها امراه الموضوع انتهى سلامتهم خلاص سلامتهم هو ربي يعوضها انا اكثر انا بطالب الرجال انا وياه نسوي شيء لبني اكثر ان الشباب لحنوا لامل زين وسووه ولا كلموني ليش؟ اها ليش؟ فهمت لك وسو وقالوا ان بنطلع حتى يوم حددوا الاسامي ما كلموني قالوا سعد ترى ان حددنا فلان وفلان وفلان انا اللي رحت وسالتهم وبعض الاحيان لا سالتهم يزحلقون وبعض الاحيان لا قلت لهم كذا يمشون ليش معلش احس المساله تضيق مره تضيق الله يزينها يا اخوك الله يزينها يا سعد جعلنا ربي يسعدك ويرضى عليك انا بس ابي اطلب منك طلبات بسيطه اذا ما في مانع انا والله الكلام ده بقول لك اياه مو بوقته
أول شيء طول بالك، ريح أعصابك، جعل ربي يرضى عليك، ركز. أنا أسمع، أنا فاهمك، ركز. أنا ما ودي أنا أتكلم بهالشيء مهما كان يا أخي. أول شيء أنا بعدين بحتاج الشباب في المسائل هذه، بحتاج الشباب بكرة يعززون لما أسوي شيء، لما أسوي أكيد. عمل أنا من واحد لو أنا بتكلم عن هالشيء بعض الشباب يفهموني أنا بيني وبينهم حساسية، هي ما له دخل. أنا بتكلم عن هالشيء عشان ليش أنتم ما ناديتوني، ليش ما كلمتوني، مع أني أنا اللي كل يوم أكلمهم وفي الأخير ما أطلع منهم. أنا كنت بقول لك صراحة، أنا ما أدري يا أخي أجيك وين. أنا جاي هنا لبيك. الأغلب وشو؟ الأغلب وشو؟ منشد يعني منشد، هذه واضحة. غير الأشياء الثنائية هذه. أوكي مهارات في الأخير، في الأخير ما تحطوني في المجال اللي أنا جاي عشانه، تروحون تختارون شو اسمه اللي أصواتهم على قولتهم جميلة زين، وهم قالوا أنا صوتي جميل، اختاروا كل الشباب اللي أصواتهم جميلة إلا سعد الكلثم. ليش؟ ولا يهمك يا سعد، ليش؟ يا بشب العواقب فعلا، معليش والله شيء ضايع حبيبي. حبيبي انا افتخر اني افتخر اني ان شاء الله اقف على عام من اعمالك، واني ان شاء الله اصفق لك فيها، واني حتى العب عليها انا والشباب كلهم. ولا تفكر في هالامور، تكفى، انتهت يا سعد والله العظيم. ترى بتروح بتحوس عمرك وبترفع ضغطك وبيضعف رتمك، وانت رتمك صراحة نجم. ما ولا ابي ذا الشيء صراحة يصير فيك. وانا والله صراحة يعني مهما كان هم غالين وانت غالي وكلنا مغالين. يوم قلت لهم كلمتهم على الموضوع، قلت لهم انه ليش ما طلعتوني، ليش ما خليتوني اطلع مع الشباب، قالوا ان شاء الله بعدين بيكون في اعمال، بيكون في اشياء بعدين ان شاء الله. زين، والشباب اللي صوتهم زينة كلهم راحوا صح، تمام، يعني الاعمال الجاية الشباب كلهم بيكونون معي صح. وش فرق سعد الكلثم الحين ما يطلع معهم، مع انهم كلهم راحوا اللي اصواتهم زي اللي سعد قاعد، ليش استقبلوا مرحبا صدر. وش معنى احمد محروس اللي مختار هذه، احمد محروس زين، الشباب حددوا قالوا تاخذ اللي اصواتهم زينه، خذ كل اللي اصواتهم زي اللي سعد الكلثم. ها سالت، كلمت احمد ولا حبيت اناقش احد انا في الموضوع، كلمت اغلب الشباب. انت الحين ناقشنا كلنا ما عندنا جواب، اوكي انا فاهم النقاش هذا ما منه فايده، روح وكلم الشخص المسؤول. كلمتهم بدون يعني ما كلمتهم أنا ما أحب اللي يزحلك، ما أحب اللي يسلم. فاهم، أنت عندك تساؤلات، خذ الإجابات من الشخص اللي المسؤول وخلاص. يعني حنا هنا ما يعني ما هي مسألة مواساة، تبي مواساة أنت ما تبي مواساة، تبي إجابة صح، إجابة هنا العيال. الشخص المسؤول اللي قلت له زحلقني، قال بعدين ما هو بعدين يقول لا، على أن الحين يحمسني، على أن الحين يحمسني يقول بعدين. اسمع أنت أخذت منه جواب خلاص، ها ما يصلح تكمل نقاشه هنا. بس هذا مو بجواب اللي اعطاني اياه. انا بس إيه؟ انا بس يا بعد راسي لو اعطي الشباب اللي هنا كلهم هدايا وتجيني انت تقول سعد ايش ما اعطيتني، او بعدين بجيب لك هديه، ايش تفهم انت؟ زي حلقه والله صح؟ الحق حقي يروح الحين وياخذ حقه. كن صريح معي إيه؟ النجم نجم نعم يبقى بس ما لايح صحيح والله صحيح. ما يطفيه لو تحط عليه اشراء اكيد فيصل بنجيبه هناك، تبي ولا مكانك مكانك شكله اليوم 90 وين مكانك؟ مو بإشادتي أنا تعال بخادم، ولا هو بإشادة فلان ولا علان، كل اللي جو الشيخ وهو جالس كنسل هذا وهذا وقال أبي صوتك أنت، حتى لو كانت مزحة. زين أنت تعرف وين مكانك، أنا يعني أنت حتى لو بس انت يا عبد الله انت قسها على نفسك، انت قسها على انا نفسك. قايسة على نفسي لو ان الحين دقيقه لو انا الحين انا قانوني إيه؟ وسعد قانوني وعبد المجيد قانوني وانت إيه؟ قانوني زين، جانا دون الاعداد قالوا نبغى القانونيين حلو. زين جو الشباب اختاروا عبد المجيد واختاروا إيه؟ شو اسمه سعد إيه؟ واختاروني انا ونعرف انك قانوني، لكن خذوا هذول الثلاثه وخلوك. طيب بتجي بخاطرك انا اي اكون صريح معك، تجي بخاطرك اكون صريح إيه؟ معك لا، ليش ما راح تجي بخاطرك؟ هم عارفين انك قانوني، تدري ليش؟ ورحت لهم اصبر، تدري ورحت لهم قلت لهم انا قانوني وانا داخل البرنامج على اساس انه انا شخص قانوني، تدري ليش؟ أصبر انا عارف، دقيقه خليني اكمل يا سم. وانا داخل هنا على اساس انه انا شخص قانوني صح، وكل اللي في الاعداد عارفين انه انا شخص قانوني تمام، لكن اخترنا الثلاثه وما اخترنا عبد الله نجيبان. حلو، اذا كانت هذه ما تجي بخاطرك معلش انا تجي بخاطري. حلو، ليش تاخذون كل الشباب اللي اصواتهم زين كلهم بلا استثناء، اخذوهم كلهم يسجلون حقه هذا، حلو فهمت؟ الا سعد الكلثم. طيب وش معنى سعد الكلثم؟ وسعد الكلثم داخل هنا على اساس انه ايش؟ ايه؟ منشد. طيب لو انا داخل مثل سعد الدوسري، سعد ما شاء الله تبارك الله متعدد المواهب ايه؟ عرفت؟ لو انا داخل بهالصفه ممكن انه ما يجيب خاطري كثير، ليش؟ ايه؟ لانه انا داخل انا عندي الموهبه فلان، عندي الموهبه بقدمها كلها، اجد نفسي في مكان على اساس وشو؟ على اساس انه انا شخص منشد. حلو، ما تنادوني في هذه، انا اقول لكم ان هالشيء بيجي بخاطري، ليش؟
ليش؟ انكم اخذتوا كل الشباب اللي صوتهم زينه الا سعد الكلفي. كم مره دخلتكم في شروم؟ ما ادري كم. ما ادري بعض يعني الشباب كثير. انا عارف ان في ناس الحين بيسمعوني. سألت. انا عارف ان في ناس الحين بيسمعوني يقول سعد يبغى يسوي شو، سعد يبغى يسوي مشكله. لا لا ما دخل الشيء ما جاوب على قد سؤالي، لان انا ورا سؤالي غايه. انا ما يهمني كم مره دخلتكم في شروم. انا يهمني، انا بعلمك شيء. طيب انت لا تسبق الاحداث ولا تحكم على كلامي. كم مرة دخلتكم في الشغل؟ ما أدري، يمكن خمس. خمس. هل تعتقد أنك دخلت كذا عباطة بس يبون يقهرون سعد؟ ولا هل هذا الشيء أنك مؤثر ولا ما أنت مؤثر؟ خلكم واقعين. لا تدري وش اللي ما تدري. أنا أطلع الوحيد. شوف يعني. الوحيد من بيننا جابوه لكم في شروم وخلى أمه تكلمه. صحيح. من بيننا كلنا. صحيح. بدون ما يطلب. صحيح. الوحيد هذا وش دليله؟ أنت مؤثر ولا ما أنت مؤثر؟ الحمد لله. والرسالة وصلتك، أنت تقول أنا لازمني أبرز كأني منشد. كل العالم يدرون أنك أكيد. منشد. وأكبر دليل ثواني. أنا فاهم. أنا سمعتك للآخر. أنا عارف أن الناس كلهم يدرون أنك أنا منشد. أنا سمعتك للآخر وكنت مستمع جيد لك. سم. أتمنى أنك تستمع لي أنا، مثل أنا ما استمعت لك. سم. صح؟ حلو. أنت الآن هل محتاج للظهور؟ فعلياً؟ أبداً. أنت بنفسك صنعت لك شو؟ ثواني. أنت بنفسك صنعت لك شو؟ من بيننا كلنا بدون احنا ما ندري. لما طلعت الصباح خل تعليقات الشباب، فعليا لو ما كانت مؤثره ما جابوها بالكم في شروم. الشيء اللي انت سويته، الطلعه اللي انت، الفكره اللي ابتكرتها، الحدث اللي انت سويته، هل انت موهبه؟ لا، هو نجم وخلق لهذا الشيء. هل انت محتاج لشخص يبرزك فعليا؟ أبداً. الحمد لله. هذه انا من ناحيتي اشوفها خيره لك. ليش؟ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. هذا الشيء ممكن فعلياً، يعني الحلو أنك لو دخلت، لكن أنت ما دخلت. فهذا الشيء أنا أعتقد أنه فيه خير لك، فيه شيء أكبر. طيب أنت ما تعرف إيش اللي جاي بعدين. أنت ما تعرف أنك لو دخلت هنا مع هذولا ممكن أنت ما تظهر بالصورة اللي تليق سعد، وقد تكون عمل سيء، تظهر بصورة يقلل من مستواك أنت. أنت لما تبرز لحالك، لما تنشد لحالك بدون جروب، أنا بالنسبة لي أشوف أنه أفضل. لما سعد طلع بنفسه أثبت نفسه. هل احتاج إلى جروب يطلع؟ هل احتاج إلى أنه يكون عنصر ثابت في شيء معين؟ ما احتاج الشيء ذا. سعد خلق له كاركتر ومكان وزاوية موجودة. هو أكبر دليل. أكثر شخص دخل للكونفشن روم أنت. دخولك للكونفشن روم ما يعني أنهم هم حقدين عليك، هذا يعني أنك أنت مؤثر. الأحداث وهم ذكروها، الأحداث اللي صارت اليوم أنت كنت جزء منها. صلى الله وبارك. أنا فاهم. أنت يا سعد مشكلتك وعندك مشكلة وذكرت لك إياها الوالدة. أنت تستعجل. صحيح. ابعد عن عجله، ابعد عن الاحكام اللي براسك. شباب لا تفهم. اصبر يا خلني اسمع. ثواني بس. انت لا تفهم الشيء على مزاجك انت، او انت تاخذ الجانب السيء. كل حدث له جانب سيء وحسن. لو انا باخذ الجانب السيء من الموضوع اللي صار اليوم كان وصلت الدعوه مهابد دق ودقيق. لكن في كل حدث في جانب حسن وجانب سيء. انا وش قلت؟ قلت اني انا اشوفه هو منضغط وعنده مشاكل، فعشان كذا بدر منه بدون انفعال. عذر، وهذا اللي وصانا عليه الرسول. انت اكثر واحد او انت من احد حفظة القرآن، وهذا شرف عظيم تشيله فوق راسك، وايضا واجب عليك انك تطبقه مو بتحفظه. فهمت كيف؟ فبالاضافة عليه، بالاضافة يا سعد لا تستعجل باحكامك. ثواني بس. انا عندي لا تستعجل باحكامك. راجع نفسك، ترى قلت أهلك مرة والمرة قلت، والآن أعيده عليك ولا ودي أكرره عليك. لا تستعجل، راجع كل تصرفاتك وأفكارك. الشخص اللي تقابله مو بلازم يضمر لك السوء، وأنه سوء النية. أنا اليوم ما ابتسمت لك يا سعد، هل أنا أكرهك؟ أنا ما أنا بكرهك، بس أنا متضايق. عبد الله تسمح لي بس دقيقة. أنت قلت نقطة هي اللي قعدت في مخي يوم تقول إنه أنا كنت أحسبني إنه أنا أحاول أدور أشخاص يبرزوني. لا أبد. ما قلت أحاول. أنا عارف. أخطيت. أنا ما أخطيت. أنا ما أخطيت. أصبر خلني أكمل. كمل بس أخطيت. أصبر خلني أكمل. والله ما قلت. أنا ما أدور أحد عشان يبرزني. تمام. ثاني شيء أنا حبيت انه انا اطلع مع هالاشخاص مو عشان هم يبرزوني. حلو. او عشان انا ابرز بهالعمل. لا، انا عارف انه انا بقدر اني انا اطلع بنفسي، عارف انه انا بأسوي اشياء انا ببرز بنفسي، مو بشرط انه احد يكون معي. عرفت؟ صح. لكن انا قصدي ليش. حلو،
ليش؟ أصبر أصبر أصبر، ما لها دخل إنه هالشيء هو اللي بيطلعني. أنا قصدي ليش؟ ليش ما أخذت سعد الكلثم؟ حلو. سعد الكلثم خلنا من مسألة إنه أنا صوتي زين، أنا ما أزكي نفسي. حلو. تمام. لكن هم شهادتهم يقولون إنه سعد الكلثم صوته زين. حلو. تمام. طيب ليش ما أخذتهم مع الشباب اللي طلعوا قبل شوي؟ طيب ما أخذك. عرفت ليش ما أخذوني؟ وش قالوا لي بعدين؟ إيه؟ قلت لهم ليش ما أخذتوني؟ إيه؟ ليش ما سجلتوا اسمي؟ قالوا بعدين بيكون في أعمال. الأعمال اللي بعدين الشباب اللي راحوا الحين يسجلون بيسجلون مع الأعمال اللي بعدين هذا. وش دريك يمكن يطلعون برايك؟ كلهم. وش دريك؟ كلهم. قالوا بنسجل اعمال بعدين مع الشباب. قالوا بنسجل اعمال هذه كلها مع الشباب. اصبر دقيقه اصبر دقيقه اصبر بنسجل هذه الاعمال كلها مع الشباب. نفس الكلام ترى تكرره. نفس الكلام تكرره كررته مرتين. صحيح. دقيقه انا عارف انا عارف انه احنا بنسمعه مره ثانيه بس عارف انه في اشخاص يعرفون ان صوتي زين. حلو. هذا وجهه من الزين. مو مساله زين. ما نبغى نقول بوجهك لا اقول بوجهك ووراك. انا قصدي انه في ناس يعرفون انه انا صوتي زين. طيب. في ناس يقولون سعد صوته عادي، في ناس يقولون سعد صوته شين. حلو. صح؟ حلو. لكن انا بروح بحسب انهم هم اللي قالوا انه صوتي زين. ليش ما اخذتوني؟ قل لي لا اله الا الله. كل الشباب. اسمع كل الشباب ندري. اللي اصواتهم زين اخذوهم. هذه عاده الحين. قل لي لا اله الا الله. عبد الله اخذوه. قل لي لا اله الا الله طيب. ها سعد لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. اسلم ابو صلوح. انا بقول لكم تعال تعال اسمعني وقفوا وانا ما ادري عن اللي بخاطركم. انا قسم بالله العظيم خلال 20 يوم دي كله ولا واحد قلبه على الثاني. فات انا انهي لكم الموضوع كله. اقسم بالله انكم عايشين كل بونا ولا واحد قلبه على الثاني. والله ولا ما ادري عليك. ولا والله ادري ولا ادري ولا واحد. لا تقول ولا واحد. اقول لك اغلبنا اغلبنا اقول لك خلينا نكمل. انا بقول رايي سعد سعد مو عشان موضوعك. انا جاي من زمان بتكلم ترى على كل مجموعه. ابى اقول الى متى الى متى الى متى. ترى انا اخوان يا جماعه وما ابي سالفه. ما ملينا من سالفه هذا يطلع على فلان وذا يطلع على فلان وذا ينسحب وذا ينسحب وذا يا جماعه اعتبروه سافروا لمده 3 شهور عيشوا. اقسم بالله اننا خلاص طقت. انا عن نفسي والله انها طقت سبدي. والله انك صادق. امر ذا هذا عنده مشكله. امر ذا عنده مشكله. امر عنده والله العظيم انه في اشياء انا شخصيا اغبنته بس وطيت على نفسي. ليش ابي اعيش مع المجموعه؟ جاي 3 شهور جاي 3 شهور بستانس. انا ما تركت اهل ولا تركت على مقاول ربع ولا تركت قرايب. اقسم بالله بدور طلع على احد ولا شيء. جاي صح مجموعه صح. كسبت قلوب كسبت بيوت هذا همي. لكن يا جماعه الى متى ودنا نجتمع اجتماع؟ قسم بالله خلاص خلاص. صح ما احنا بقدرين نجتمع زين على مقال ذرية آدم ما مجتمع على قلب واحد. أكيد. لكن أقل شيء إحنا 22 ذولا بكرة بيطلع منا واحد بنذكره بخير وبنتحسر وما أدري إيش. في ناس تستأنس هذا شيء راجع له. المهم إننا ما ودك نفترق وفي واحد شاي على واحد. هذا بس. هذا همي يعني. لأن نقول إحنا بعدين خويتنا مكمل قدام كمل أسنين قدام مو يوم خلصة. ترى مو موجه. أدري أنا أدري يا سعد. وأنا صادق وأنا بعترف. والله يضيق صدري. أنا والله يضيق صدري. دقيقة دقيقة. لا تفهمها لك. دقيقة. ترى هي رسالة للجميع. والله أنا العظيم والله العظيم إن أنا أتوقع إني أكثر واحد ضاق صدري على اليوم اللي صار مع الشباب زين. وضاق صدري قسم بالله اكثر يوم شفت عبد الله منفعل اليوم. ما فعلت. صح اني انا ضقت. صح اني انا ضقت. عرفت صح اني انا ضقت زين. وطلعت في الكمبيوتر قعدت اطالب يوم سالفه محمود. بس برضو زين انا اللي احبه لنفسي زين بحبه للشخص اللي انا احبه. يوم شفت انا عبد الله ضايق قلت الله يستر لا تصير مشكله الحين. لسه ضاق صدري حتى يوم على مشكله عبد الله الشهراني ومحمد اخوه على محسن. والله العظيم اني ضاق صدري انه ليش احنا بنقعد 90 يوم تونا الحين ما مر ال 20 يوم فهمت. بس انا عتبي على الشيء اللي صار لي اليوم مع مين؟ مع الاداره. الشباب ابدا والله العظيم اني بعض الاحيان احاول اتصنع اخلاق مع شخص عشان احاول ادخل قلبه. تسمح لي زين دقيقه هذا الشيء كويس. احاول دقيقه في فرق لما انا اتصنع قدامك باخلاق حسنه احسن من اني اجي اتكلم عندك باسلوبي. خلينا نقول لو اسلوبي مو كويس زين اجي اتكلم لك هذا ترى يعتبر من الفنون. انه انت تقابل شخص باخلاق حلوه حتى لو كنت ضايق. دقيقه هذا تربيتك. تمام إيه؟ انا سميتها بالتصنع بس ما ادري شو مسماها الصحيح. عرفت حلو انه انت تجي عند شخص وتعامله باسلوب حلو حتى لو كان مو من اسلوبك صح. عشان تكسب قلبه. هذا اساس الدين. هذا اساس الدين. انا حاولت اني اسوي كذا مع اغلب الشباب. بعض الشباب مو متقبل حتى لو كلمت انا باخلاق. حلو طيب عرفت حريته. اقولك شيء اقولك شيء هذا شيء راجع لهم شيء امشي دي هذه طرق صح. هذا طريق انت تمشي بطريق صح. كل شيء بيقف ثبت المحزن عليه ثبت المطايق عليه. يا ولد قل كذا لف خلها تصرف سيارتك بنزين وارجع على الطريق نفسه. قسم بالله العظيم اقول لك انا من اشد الناس اللي تضايقت انا لكنه جاي خلاص يا اخي. احنا تركين اهلنا وجوالاتنا تركين امورنا تركين. اقسم بالله العظيم عشان
نكسب قلوب. ما اعطيتوني شيء. لا للاسف 20 يوم 20 يوم والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما شفت احد قلبه يفضفض شوي والله. بتمر الايام بتشوف. اصبر انا الحين صالح صالح انا اعزك زين والله العظيم ما في قلبي عليك شيء ابد. ادري عبد الله انا اعزه ولا في قلبي عليك شيء. انا ما بقول شايل ما انا بقول شايل يا ساعد افهم ما انا بقول شايل. انا قصدي القلب اي ما ارتاح ما ارتاح بالعكس والله اني انا طبعا احنا بعيدين عن مفهوم حتى قلب. الشباب اللي انا متمشكل معهم والله العظيم اني مرتاح لهم يعني حتى ما حاولت اني حتى يوم مشكله محمود اليوم الثاني حاولت اني ابين انه ما بيني وبينه مشكله بيطبران عرفت حاولت اني ابين انه ما بيني وبينه مشكله عرفت عرفت والله الشخص اللي يحاول يدخل مع الشباب صح ويكون على قولتهم صديق كويس زين بيعرف يتعامل مع المشكله لكن اللي يبغى مشكله بيخليها تستمر اليوم وبكره وبعده وبعده وبعده. على فكره طيب. في شيء بعد انا مخاطري بمحمد قبل لا اتكلم لا معليش معليش محمد الصراحه غبرت وجهي كلكم لا لا الصلاه تكرم يا محمد الصراحه راحه والمجتمع اللي احنا ابوها الحين ما حد صريح ما حد صريح كل واحد يمسك الثاني يروح تقول اللي بقلبه لا 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 ويا رجال اللي بخاطرك قلوه يا راجل قدام بث تحت بث المهم نقلها قدام المجموعه كلها صح ولا لا صادق والله انه صراحه طيب. راح اسلم يا محمد لبى قلبك اول شيء عطني يدك عطني يدك جاي ربي يسعدك ويرضى عليك إيه ابيك بس تخفخف في يدك شوي عصبيه اشوف يدك شوي رجال متوتر وبيهدي صار لا لا اسمع اسمع متوتر سم. والله العظيم بقول لك اياها اجل اسمع ناس من الله يستر عليهم قالوا لي في البدايه انتم اصدقاء وتدخلون والتنافس هذا بيضع بينكم وبين بعض الشباب شيء من الحازيات لان كل واحد يرى ان له قيمه في المجتمع وموهبه ناس ما شاء الله داخلين بجمهور وناس يبحثون عن جمهور وناس 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 وسبحان الله صعب انك ترضي كل الاوادم يعني 22 شخص حقيقه يعني للامانه انا عندي اشياء كثيره ودي اقدمها انا اثنى علي قبل فتره اللي هو امس بافتخر في الامر هذا اللي قاله يعني عن موضوع ذا ابي احد من الشباب هنا احد قال لي شيء من الشباب ولا من الاداره ولا احد ولا شيء وعادي ركز معي ركز معي عادي انت عندك اشياء امكانيات واحنا عارفينها وعارفين الظروف اللي انت عانيت فيها وهذا عارف الظروف اللي عانى فيها وانا عانينا فيها كل ابونا حبيب قلبي اول شيء الانسان ما كل واحد ياخذ رزقه وما تدري لعل هذا في الامر فيه خيره انك انت رحت ولا ما رحت وصدقني بيبدلك الله شيخ بس اهم شيء صفي هذا ولا تفكر في احد انه يبي منك شيء او ما يبي منك شيء انت ما جيت عشان عبد الله انت ما جيت عشاني ترى انت ما جيت عشان صالح كلنا جايين لهدف واحد ان نقدم شيء جميل يليق بسمعه متربيه او نعم تربيه ونفتخر فيها طول العمر لان هذه الفرصه لن تتكرر فلا تفكر ان فلان رضى عليك فلان حبك فلان ما حبك ترى والله العظيم بذكرك بتشوفونها يا الربع بعد البرايم الاول كل اللي بتشوفونه الان راح يختلف وراح يتغير ترى احنا الى الان عايشين على اثبات الوجود باذن الله انا متفائل بهذا الامر ان عايشين في شيء اسمه فرض السيطره او اثبات الوجود او احنا وكلنا عندنا ما جينا هنا متفرجين صراحه كلنا انا اليوم تفاجات انا اليوم من عبد الله وطريقه عباراته تفاجات باحمد وطريقته في القران في اشياء اتضحت لنا صوره كل واحد فهم المفهوم اللي عنده لكن نعاني من بعض الامور ان في شيء ما طلع في الباطن نخفي بعض الامور او نحس في انفسنا ان تضمر لنا القلوب فالحل شيء واحد دعوه ان الله يوفقنا ويسر امرنا ويبعد عنا كل يعني شراره او حسد او شيء هذا اهم شيء صراحه نفتخر فيه ان معنا مجموعه روعه وكوكبه ندعو الله ان يعدي الايام هذه اليوم هذه على خير ونبدا بصفحه جديده باذن الله زي ما قال هذا اخونا ولكن اسمع والله العظيم يا سعد والله العظيم يا سعد وكل الناس عارفين وشاهدين وعلقات الرجال نشهد جميعا لك بأنك من أجمل الأصوات اللي سمعناها ولا هو خروجك معهم أو دخولك تقصير فيك ولا تقصير فيهم أنا والله في خاطري إن نادوني رحت وإن ما نودي والله لا سعيت فيها ولا حبيت أني أسعى في هذا الأمر لكن صدقني إنها خيرة وبدش لك شيء جديد هذا أخوي فيصل قبل شوي قال والله العظيم قصايدي كلها لك قالها وأنا سمعت كلامه قبل شوي وإن معك
واول واحد راح يوقف لك ويصفق لك كل ابونا هذول تشوفهم ذولي اللي تقول كل واحد نفسه مع نفسه، كل هذول هم اخر شيء ترى هم العزوه. اكيد ولا تفكر في هذا الامر ابد، انت شق طريقك، احنا عرفنا ساعه الان وعرفنا، بس لا تجعل لا تحسسنا في نفسنا الان انك انسان منفعل زي كذا. ترى الدنيا 90 يوم يا سعد، يا سعد انت ممتاز في كل الامور الا هذه النقطه اللي قالها اخونا عبد الله، لازم تهدي شوي. اذا واحد اخطا، اذا واحد ترى واحد له ظروف، انا اليوم تفاجأت قبل فتره ترى قد تكلم عليه كذا مره اخوي احمد وما حبيت اقول الكلام، ثم بعث يعني ثلاث ساعات سعد يحب راسي وانا اسف يا سعد، لاني تقبل من هالكلام بحكم يمكن كبر سن او زي كذا. جاء عندي وقال والله اني ضغوط الحياه عندي وضغوط 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 العمل، واحنا نعرف وانت انا عارف ترى، وهذا الشيء اللي انت سويته انا ما ارى شيء سلبي، انا ارى شيء ايجابي، يعني انك انت انسان عندك كاريزما حلوه، انت انسان عندك طاقه ودك تطلعها، انت انسان بتقول انا موجود يا ناس، وهذه كلها شفتها الان فيك. شف انا ما اترك الجانب السلبي الكلام السلبي، باخذ الجانب الايجابي، انت مبدع، انت روعه، انت نجم، استمر، لكن حاول إيه لا تجعل إيه حاول إيه حاول لك. شوف إذا كنت أنت شخصيا زي ما قلت الكلمة اللي قلتها أنا أحاول أتصنع أو أدور أحد، لا، إذا واحد شخص ما حبيته الحب من الله، لكن لا تجعل الناس تكرهك أو لا تجعله يكرهك مهما كان. ترى إحنا بين أخوة بتصير، والله العظيم أنا لو تكره تجيب لك شيلة بعد البرامج وترسلها علي أنا لأرسل على كل جروب اللي عندي، بقول فلان رتويت الرجال زين يعني صراحه والله ما في له 17 لكن في بركه. لا ما ادري يا اخي اسكت، لا تجيب العيد عندك، ما ادري توني ما بعد احد حبني. لحظه لحظه باقي، انا ودي خلاص قلت خطبه الوداع، انا ودي اختم صالح. صالح اقسم بالله يا صالح اني احب ذا الانسان وقلبه والله طاهر الرجل هذا، وانا اتمنى الكلام اللي قلته هذا عرفت اتمناه انه مو صحيح اللي انت قلته عن الشباب وان قلوبنا، اتمنى مو بصحيح، مع انه صراحه للاسف بدا يظهر اليومين هذه، ترى الظهور من هذه ليش؟ حسينا لا تخلي بخاطر عشان كذا احنا كل شيء حسينا بخطر البرايم، ترى حسينا في واحد في ضغط نفسي ترى الحين نعيشه. صالح قدم رساله اعطانا اياها، ما انتقد احد في ذاته، قال رساله يا شباب لك. انا اشوفكم كذا، اتمنى انكم كذا. انا خلصت، شكرا لصالح وشكرا لك يا سعد وشكرا لك يا عبد الله، والله العظيم والله العظيم الله يطول عمرك. تراك تدور ما تدور، نعم كيف؟ نعم. تراك تدور ما تدور، انت عمرك نادر يا سعد. انا بقول كلمه، بقول كلمه معليش، والله العظيم والله اني ما اقولها مو بعشان احد يشوف او عشان شيء، بس انها كلمه بخاطري وانا عارف انكم تدبرون هالكلمه. انا اذا صارت لي مواقف زين وشفت انا رجال شرواك شراك العطر الكلام اني طيب يكلموني بهالطريقه، ما اقول انهم يواسوني، ما اقول انهم يواسوني، اني والله العظيم اني احبكم اكثر من المره اللي قبل، مع اني كنت اقول في خاطري يعني خلاص احس اني وصلت لمرحله حب للشباب، اتوقع خلاص ما بعدها مرحله. بعدها صارت لي مواقف وشفت انا اجتماعكم اعرف ان فيه مجالات واسعه بيني وبينكم توني ما وصلت لها. والله يسعد تسمحون لي بس اجلس، انا والله اني احب. لا 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 عن نفسي ما انا كبير، انا الاول انا كبير بنطلق، انا بزعل انا كبير ما احب راسي بنطلق. ايش رايك يا عبد الله؟ الحين لعيب ضبط قلبك، لبى يا لبى العم لان ابى قلبك. تكرم 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 الله ويسعدك ان شاء الله. لا يا حبيب لا 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 امور طيبه، امور طيبه صدق، انا مبسوط منك، انا مبسوط ترى والله الموضوع. خليه يفضفض يا اخي، خليه يرتاح يا اخي. شوف الحين شوف ما شاء الله تبارك الله راس، يلا يطول. ترى هو كان جالس جنبي والله العظيم اني ضايق صدري. عندك ترى ابو محمد بيابته يسولف. انا اي اذن انت اي ترى راح ولع العظه هناك. انت ايش شابك عندنا حارتنا يا عبد الله؟ شابك حارتنا؟ انت قضيت بس انا والله في الصراحه اجاده غالي وانت والله غالي. يشهد علي الله لو خروجي في يوم من الايام ان خير لكم اني بقول جعني اطلع والواح. لا ان شاء الله ما بالنسبه لي انا انت الخير كله شيء يطلع. انت مسجل ولا تسد ما شاء الله؟ ها ان شاء الله هذا وانا ساكت ترى ما بتكلم. ما كتبت بيتين الشعر حقاتي اللي تراضيني.